أكدت وزارة الإسكان أن إجراءات اعتماد المخططات من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام لا تتجاوز مدة 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب، منوهة إلى أن ذلك يأتي بهدف تسريع ضخ المشاريع السكنية في السوق بما يتيح أمام المواطنين مزيدا من الخيارات المتنوعة. وأوضح المشرف العام على مركز إتمام محمد الغزواني أن المركز يسعى لتسهيل السبل وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة. معنا عبر الهاتف محمد الغزواني المشرف العام على مركز خدمات المطورين إتمام. سيد محمد مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. يعني بعد الانتقادات التي وجهها الكثير من يعني المطورين العقاريين، هل تعتقد بأن هذا المشروع يمكن أن ينهي هذه الإشكاليات والملاحظات التي يواجهها هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أتقدم لكم بالشكر على الاستضافة. طبعا صدرت موافقة المقام الكريم بالأمر السامي رقم 7262 والقاضي بإنشاء مركز خدمات المطورين لمشاريع السكنية في وزارة الإسكان بناء على مبادرة رفعت من وزارة الإسكان، وكانت تهدف إلى حلحلة بعض التحديات والعقبات لدى المطورين العقاريين لضخ الكثير من المنتجات العقارية، وكان من أهمها موضوع عامل الوقت، عدم وضوح الوقت الزمني المستغرق لبعض الخدمات، عدم وضوح بعض الإجراءات، تقاطع الجهات في تقديم أكثر من جهة حكومية في تقديم خدمة واحدة. فكان الهدف من إنشاء المركز هو فيما يخص من ناحية الموقع لتواجد وتمثيل أكثر من جهة حكومية، ومن الناحية الإجرائية أن يكون إجراءات واضحة لجميع المستفيدين من خدمات المركز. طيب أنت تعلم بأنه يعني المطورين العقاريين في الفترة الماضية كان لهم انتقادات، قالوا بأن هناك الكثير من الإشكاليات التي ساهمت في إبطاء مشاريعهم العقارية، وأصبح في عدم ثقة ربما بالكثير من الأنظمة الموجودة بسبب البيروقراطية. سؤالي لك حول هذه النقطة تحديدا، يعني إلى أي مدى بالفعل 120 يوم قادرة على إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بطلباتهم، يعني بدءا من استخراج الصكوك حتى إنهاء أو اعتماد المخطط العقاري بشكل تام؟ يعني المركز اليوم يقدم مجموعة من الخدمات لو قسمت على مسارين، مسار داخلي وهي خدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، والمسار الخارجي ويتقاطع مع البلدية القروية وزارة العدل. 120 يوم كان المقصود فيها هي الرخصة لاعتماد المخططات بشكل نهائي، وكان المقصود بال 120 يوم هي من التقديم على المركز إلى تسليم الرخصة إلى المطور العقاري بشكل نهائي. تتدرج 120 يوم إلى مقسمة إلى عدة أيام أو إلى مراحل. المركز يقوم بدراسة المخطط بخلال 5 أيام، دراسة سريعة يتأكد أو من الفكرة المقترحة من المطور العقاري يتأكد أنها تتوافق مع اشتراطات البلدية، يقدم الطلب إلى الأمانة المعنية سواء كانت محافظة جدة، مدينة الرياض، المنطقة الشرقية. المفترض أنه تصدر كموافقة على قبول الفكرة أو وجود ملاحظة خلال 50 يوم تقريبا، ومن ثم إما يكون الرد بالقبول أو بالرفض بجميع الملاحظات مرة واحدة. من الإشكاليات اللي كان يتطرق لها بعض المطورين أنه بعض البلديات أو بعض الأمانات لا ترد بالملاحظات مرة واحدة وتكون على مراحل. جيد، شكرا جزيلا لك محمد الغزواني المشرف العام على مركز خدمات المطورين إتمام.